السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده متخصص ان هو بيخلي لك الفيديوهات مناسبة للسوشيال ميديا. بمعنى ايه؟ ممكن الفيديو بالشكل ده كبير، فهو انت بتبدأ تعمل زوم على الحاجات اللي انت عايزها، وهو بيشوف انهي اطار اللي مناسب للانستجرام، بيختلف طبعا عن الفيسبوك، بيختلف عن الملفات القصيرة في اليوتيوب، فهو بيديك المقاس المناسب ليك، تمام؟ وتقدر تتنقل زي ما انت شايف بين المحادثات بحيث ان ياخد نفس السايز اللي مناسب للسوشيال ميديا اللي انت عايزها. فاي فيديو انت موجود تقدر ان انت تتحكم من خلال انت عايز تعمل زوم على انهي جزء في الفتره الزمنيه ديت. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط، وليك ان انت تجربه مجانا، لكن طبعا لو انت عايز امكانيات بتبقى بفلوس. وابدا تنقل، في شويه امكانيات حلوه. يعني طبعا لو رفعته على حاجة زي الانستجرام او كده مش هيبقى مناسب من حيث السايز، فانت ممكن تقول له لا انا عايز مثلا الجزء دوت والغي الباقي. طبعا في امكانيات كتيرة، تقدر مثلا تكتب تكست، تقدر تعمل عملية تتبع لشخص معين من خلال الذكاء الاصطناعي، انا جزء المهم اللي انت عايز تركز عليه في الفيديو بتاعك. هو الإيديتور بتاع سهل، وطبعا تقدر تحط صوت مثلا من بره، تقدر كتابة من بره، تحط صور زي ما انت عايز، يقدر يعمل لك سبتايتل اوتوماتيك، يبدأ يشوف الكلام ويحوله لتكست موجود، ويقدر تشتغل مع كذا حد في نفس الوقت. دي بعض الأمثلة، مثلا لعبة شطرنج زي كده. دي انا كنت بشوفها بقول ايه ده، امال ازاي بيقعدوا يلون كلمة كلمة، كله اوتوماتيك.